تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بتهنئة للشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. وقال الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي إنه في هذا اليوم أشرق نور النبوة الخالدة على الإنسانية بأكملها، فكشف عنها غيوم الجهل والأوهام. سلام الله وصلواته على نبينا الكريم الذي كان نموذجا فريدا في الفضيلة، فلنجعل هذه الذكرى العطرة نبراسا ومنهجا وقدوة تقوي من عزائمنا وإرادتنا في بناء حياتنا ومستقبلنا. قالت روسيا إن الحريق الذي اندلع على جسر القرم ناجم عن شاحنات مفخخة تم تفجيرها على الجسر صباح اليوم، ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود في قطار كان يسير عبر الجسر وتوقفت حركة السيارات. هذا وقد أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتشكيل لجنة حكومية للوقوف على ملابسات الانفجار. وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف 1.3 مليار دولار في إطار أداة التمويل السريع للمساعدة في تلبية الاحتياجات العاجلة لميزان المدفوعات في أوكرانيا، مشيرا إلى أن السلطات الأوكرانية طلبت مراقبة الصندوق لتعزيز التزام كييف بالسياسة النقدية وتحفيز المزيد من دعم المانحين. قال الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول إنه بحث هاتفياً مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا تحسين العلاقات الثنائية بالنسبة لاقتصاد البلدين، وأوضح يون أنه ناقش سلسلة إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ البالستية مؤخراً مع كيشيدا، واتفق على الرد بحزم على الاستفزازات النووية والصاروخية من خلال التعاون الثلاثي الوثيق بين بلديهما والولايات المتحدة. حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن تبعات الفيضانات الكارثية في باكستان ستظل باقية لسنوات قادمة، وشدد غوتيريش على أن الاحتياجات الهائلة تتطلب دعما كبيرا، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تعمل مع حكومة باكستان لعقد مؤتمر إعلان التبرعات بهدف تقديم دعم ملموس لجهود الإصلاح والتعمير. قال وزير الإسكان عاصم الجزر إن الجهاز المركزي للتعمير تولى العمل في 482 مشروعاً لصالح سيناء ومدن القناة بتكلفة تقدر بحوالي 24.8 مليار جنيه خلال الفترة من 2014 وحتى الآن لخدمة أهل سيناء ومدن القناة، مشيراً إلى أن المشروع تستهدف المساهمة في تنمية سيناء من خلال تحسين جودة الطرق والخدمات المقدمة للمواطنين. أكد وزير التموين علي المصلحي أن توجيهات الرئيس السيسي قبل أزمة جائحة كورونا برفع الاحتياطي من السلع الاستراتيجية خصوصا القمح إلى 6 أشهر بدل من 3 وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك ساهمت في مواجهة التحديات التي نتجت عن جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.